في الجلسة الثانية لدورة أكتوبر لمجلس مدينة الدار البيضاء نوقش وصدق على الدفعة السادسة من البنك الدولي الممنوح لمدينة الدار البيضاء. هذه النقطة أثارت من جديد القضية المتعلقة بالقروض التي تمنح إلى مجلس مدينة الدار البيضاء. هناك قراءتان، القراءة الأولى تقول بأن القروض التي تمنح لمدينة الدار البيضاء ومن بينها القرض الخاص بالبنك الدولي ستساهم وستساعد في إنجاز مجموعة من المشاريع، والقراءة الثانية تقول بأن هذه الخطوة ستساهم في إغراق الدار البيضاء في سلسلة أخرى من الكريديات. هذه القراءتين سنعرف ماذا قالوا عنها المنتخبين في مدينة الدار البيضاء. فيما يتعلق بالسؤال ديالك، ملي كنتكلموا على القروض كتكون مزيانه بجوج ديال الشروط. اذا كانت الشروط ايجابيه ديالها من ناحيه ديال لو طو دانتيغي ومن ناحيه ديال بزاف ديال الحوايج، ومن ناحيه ثانيه من الاستعمال ديالها. اذا كان القروض كيمشي للانفستيسمون كيكون منتج، اذا كان القروض كيمشي للفونكسيونمون كيكون طامه كبرى. اليوم اللي وقع في الدار البيضاء هو انه جزء كبير من هذه القروض كتمشي للفونكسيونمون. غادي نعطيك مثال اخر من غير القروض، وهو لو فون دي ترافو ديال ليديك باغ اكزومبل، كان تهز منه واحد الجزء باش يحلوا اشكال ديال المتقاعدين ديال الجامعه. دونك كاين هذا السوء الاستعمال ديال القروض. القروض الا مشات لانفستيسمون سي بوزيتيف، الا مشات لونفونكسيونمون كيكون اشكال كبير، وهذا هو الحال اليوم اللي كاين في الدار البيضاء في واحد الجزء كبير منه. ثم كاين واحد المشكل اخر اليوم، وهو ان المجلس يفتقد القدره على التفاوض فيما يتعلق بالاقتراضات. عندنا اتفاقيات متفقين مع الفاك، مع هذاك لو فون اسبانيول وداك الشيء متفقين، وفي واحد النسبه ديال القروض. نعطيك مثلا الفاك راه كيوصل حتى ل 6-7%، ولكن اليوم عندنا وثيقه تفاوضيه وهو القرض ديال البنك الدولي اللي النسبه ديالو 1% فاصله شي حاجه بسيطه. انا تنظن هذه وثيقه تفاوضيه يمكن المجلس يجلس مع المعنيين بالارم ويعاود يناقش اما الجدوله واما هذا لو طو دانتيري اللي هو مكلف جدا. اما الركون الى انه كاين واحد الاتفاقيه وخصني نخلص واحد المبلغ بواحد النسبه معينه، كيظهر لي هذا نوع من سوء التسيير وسوء التدبير. كنظن احنا بالنسبه لنا هذه المساله ديال فتح القرض البنك الدولي كان منذ المجلس السابق، ولكن هذا المجلس ارتأى التنزيل ديال هذاك المقرر اننا ناخذ واحد القرض من البنك الدولي، نظرا اللي لقينا فيه واحد المجموعه من التسهيلات اولا في الاداء، وفي نفس الوقت انه غادي يخرج واحد العدد ديال المشاريع المهيكله لمدينه الدار البيضاء الى حيز الوجود، منها المشاريع الكبرى في أنفاق فيها إلى غير ذلك، خاصة المشاريع الكبرى التي تم التوقيع عليها بحضور صاحب الجلالة. فلهذا هاد القرض فعلا أعطى واحد الروح جديدة باش يمكن أننا نخرجوا هاد المشاريع الكبرى لمدينة ديال مدينة الدار البيضاء، وكنظن هذه قيمة مضافة. وما يمكنش اولا بعد الايجابيه ديالو هو كون ان مدينه الدار البيضاء هي اول تجربه انها كتاخذ واحد القرض. علاش؟ لان تمتلك الضمانات الكافيه، ولان البنك الدولي ما يمكنش يعطي لاي واحد شي قرض الا ولا ما عندوش المؤهلات وبالتالي الامكانيات والضمانات الرئيسيه على واحد مختلف ديال الاصعده، منها التدبير والتسيير بواحد الحكامة جيدة، عندك نوعية المشاريع المختارة، ثم كاين ضمانات من خلال الـ 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 الإمكانيات أو ليزاتو اللي عند مدينة الدار البيضاء باش يمكن أنها ترجع في المستقبل هاد المبالغ المالية. أولا بعدا خاصنا نأكدوا بأنه راه ماشي المجلس الحالي اللي خذا هذا القرض، هذا قرض كان صادق عليه المجلس السابق، لكن في إطار استمرارية المؤسسات والإدارة المجلس الحالي يلتزم بتسديد هذا القرض أولا. ثانيا هذا القرض كيمشي لما هو متعلق بالتجهيز والبنيات الأساسية، وأنتم إلا شفتوا أولا راه باش كانت مصداقية عند جامعة الدار البيضاء وتاخذ هذا القرض ماشي سهل. ثانيا اليوم حنا في الدفعة السادسة، وهذا عربون فعلا على الصدقية والمصداقية ديال جامعة الدار البيضاء.
وراه من خلال البرمجه ديالو هاد السنه غيبان لكم العربون كيف كنقولوا، لان 40 مليون ديال الدرهم 39 مليون ديال الدرهم منها غادا تمشي للخط الثالث والرابع ديال الترامواي، ومليون ديال الدرهم غادي يمشي للخط 5 و6 ديال الحافلات ذات الجوده العاليه. اذا طبعا اللي هما ما يمكن لنا الا نفتخروا طبعا بهذا التوجه ديال الخطوط ديال الترامواي 3 و4 على غرار الاول والثاني اللي الحمد لله خلاه الانسان من البرنوسي ولا كيجي لعند دياب، وخلاه مواطنه الفيدا ومر السلطان كيجي حتى هو حتى الحي الحسني، وديال الحي الحسني نفس الامر، تسهلات شبكه التنقل والمواصلات داخل مدينه الدار البيضاء. وبالتالي مره اخرى كناكدوا بان هذا القرض مفيد لجامعه الدار البيضاء، كان بنسبه اللي هي متميزه جدا، الحمد لله كنخلصوا اللي علينا، ولكن يتم استثماره في اوجه التي تخدم المواطن البيضاوي عامه. القرض اللي دارت مدينه الدار البيضاء مع البنك الدولي هو كان قرض مقابل واحد مشاريع معينه، تقسم الى مشاريع تنمويه، الى اصلاح الاداره، الى جعل مدينه الدار البيضاء مدينه ذكيه. هو مجموعه ديال المشاريع اللي هي مهمه وتنمويه، وكان كيمشي عن طريق دفعات باش كل دفعه كتخص واحد القطاع معين. هاد القرض كان دار من المجلس اللي فات، كانت الفكره ديالو، واليوم المجلس تبناه المجلس الحالي، هو غادي في هذا الاطار هذا. بالنسبه لهذا القرض هذا كنظن بان ما غاديش ياثر، القروض اللي تقدر تاثر على مدينه الدار البيضاء وهي القروض ديال الكريدي ديال المجالس السابقه وديال المجموعه الحاضره، بحال كريدي فاك بحال هذا، لان حنا في المجلس طلبنا من العمده انه يراسل ورسل وزاره الداخليه باش اعاده الجدوله ديال هذيك القروض باش تمشي، لان كنعرفوا مورا الجائحه خدت عده اجراءات اداريه اللي غتاثر على المداخل ديال مدينه الدار البيضاء. واليوم حنا درنا واحد يوم دراسي لتعزيز الميزانيه ديال الدار البيضاء، وخصنا نفكروا في تعزيز الميزانيه ديال الدار البيضاء بعده مداخل اللي غتهمنا، وكنطلبوا وزاره الداخليه باش تعاوننا في التفيا، لان كنعرفوا مدينه الدار البيضاء هي متروبول وهي مدينه اقتصاديه كبيره، والمداخل ديالها والضرائب ديالها كبيره، وبالتالي كان خصو يزيدنا واحد الحصه، لان غادي يكون عندنا واحد العجز، وكنعرفوا بان الدار البيضاء عندها الكثافه السكانيه كبيره. حتى المشكل مثلا ديال الجائحه، ان العدد ديال المصابين الله يعافيهم ويعافينا ويعافي جميع المسلمين، انهم حتى هي غاده في تزايد، بالتالي حنا كنا مضطرين باش نعاونوا مثلا المستوصف الجديد، نديروا المستشفى الجديد، كنا نديروا مجموعه ديال الحوايج، خص وزاره المركز يعاوننا في الاطار هذا، لان اتخذت اجراءات اداريه كنعاود نقولها بانه باش كتمنع مجموعه ديال القطاعات اللي غتنقص لك في الميزانيه، وكان خصك تعاون الترامواي، دونك كاين واحد التوازنات صعبه اللي خص مستقبلا ضروري تدخل ديال المركز باش يعاوننا في هذه الاطارات.